في المقص الايمن لمرمى الحارس اولا ديلي، معلنا عن الهدف الاول في المباراه. هدف جميل، هدف يمنح اعتقال العناصر الوطنيه لبلوغ اهداف اخرى في طريق المتواصل نحو اولمبياد لندن. Marca de penalti. Ahí va señalándose el escudo de la camiseta. Se pone por delante el equipo visitante. El Getafe B. El gol de Abdel desde los 11 metros. اللاعبون المغاربة يزفون اليوم ليلة العيد في أمنية.